أدت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات العيد بمختلف محافظات مملكة البحرين إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعد صلاة العيد فرصة لتعميق الترابط بين أفراد المجتمع من خلال اللقاءات وتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة. بذكر الله عز وجل، بالتكبير والتهليل والحمد، شارك البحرينيون صباح اليوم العالم الإسلامي فرحة عيد الفطر المبارك بعد أن هل هلال شهر شوال، حيث سارع المصلون إلى التواجد في المصليات والجوامع في مختلف محافظات المملكة لأداء صلاة العيد ابتهاجا بهذه المناسبة الجليلة، اقتداءا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم العظيم يوم بهجة وسرور، وهو مرتبط بطاعة عظيمة وركن من أركان الإسلام، ألا وهو صيام شهر رمضان. ومن نعم الله عز وجل على المسلمين بلوغ هذا الشهر وكذلك تمامه على طاعة الله عز وجل، فلذلك جاء الحث في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشهود هذا اليوم للرجال والنساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجون بركته وخيره، فأسأل الله عز وجل أن يجعله يوم خير وبركة على جميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا اليوم الفضيل وهو صلاة العيد في مصليات العيد، والحقيقة هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وفرحة العيد تكمن لمن اجتهد في هذا الشهر الفضيل وأدى العبادة على أتم وجه وعلى أثر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفوز وهذا هو العيد. الله أكبر. ودأبت إدارة الأوقاف السنية على تجهيز كافة المصليات في مختلف محافظات المملكة التي تولي اهتماما كبيرا بتهيئة الجوامع والمصليات الخارجية للمصلين للمحافظة على هذه السنة النبوية لأداء الصلاة بكل سهولة ويسر، وإظهار شعيرة تحمل جميع معاني البهجة والسرور بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وسائر الأعمال ويسرها لنا سبحانه وتعالى، ونشكره سبحانه وتعالى أيضا أن بلغنا العيد، وهذا العيد يعني بهجة وشكرا لله سبحانه وتعالى على إتمام هذا الشهر الفضيل، يعني وهذا المصلى يعني مليء بالمصلين المبتهجين الفرحين بإتمام هذا الشهر الكريم. نحمد الله على أن بلغنا شهر رمضان، والحين الحمد لله ناس ما تشوف يوم العيد وفي مصلى الرفاع من يعني أقدم المصليات ومن أكبرها في مدينة الرفاع، يعني ونشكر إدارة الأوقاف السنية. الحمد لله ناس ما تشوف التنظيم، والله ناس ما تشوف البهجة والسرور على الناس. ويستغل المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين هذه المناسبة السعيدة في تعميق الترابط بين أبناء المجتمع واستمرار التواصل فيما بينهم من خلال زيارات والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في مشهد يعكس مدى ترابط الشعب البحريني ووحدته. كل عام وانتم بخير، عساكم من عواده. ارفع جاز، ها ارمي. عيد الفطر المبارك رمز الفرحة والبهجة للمسلمين في شتى بقاع الأرض بعد أن من الله على الأمة الإسلامية بحلول هذه المناسبة الدينية المباركة، فها قد ارتسمت البسمة على وجوه المصلين مبتهلين إلى العلي القدير أن يتقبل منهم سائر الأعمال الصالحة. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.